باش نسمعوا توا شهادة رفيق درب زهير في الفضاء متاع تونيزين اللي هو السيد فؤاد بوزواش دي سيبتيكوس باش يقدموا السيد صلاح الدين راشد. تفضل سي صلاح. الشهادات ما زالت متواصلة، لذا نذكركم بوجوب إبقاء الهواتف الجوالة مغلقة، التفضل بالتزام الهدوء التام عدم التصفيق وعدم التصوير. بطل آخر من أبطال الكلمة، شاهد آخر هو طبيب ومثقف، تفطن لأهمية الكلمة ونالته الملاحقة الظالمة سنة 1991، وشارك مبكرا في فضح ممارسات الاستبداد عبر وسيلة الانترنت. هو الدكتور، كان يمكن أن يكون عالم طب الطفيليات ولكنه اكتفى بممارسة الطب العام مضطرا. تفضل تفضل سي فؤاد بوزواج. بارك الله فيك. الشهادة نتاعي اليوم أكثر من ستان ان دوفوار دو ميموار. مانيش باش نحكي على شنو صار لي في أول التسعينات، خاطر بالنسبة لي صحيح أنا سجين سياسي سابق، توقفت في الأول التسعينات وعديت 20 شهر حبس، وصحيح ما كملتش الاختصاص نتاعي، حليت عيادة طب عام، لكن مش كان عيادة طب عام، راه طب العام ماهوش ناقص حتى شيء على الطب الاختصاص. ونعتبر كونه الحكاية هذه صفحة وتطويت، خاصة بعد ما نشرت المقال متاعي في نواة عام 2012. بالنسبة لي ما غيزيليانس ايت اكومبلي، اي لو دوفوار دو ميموار بالنسبة للحالة اللي صارت لي قمت بها. الشهادة نتاعي إن شاء الله مش تحكي خاصة على التجربة نتاعي الشخصية في ما يسمى بلا سيبر ديسيدانس، كما قلت في الوثائقي السابق كونه انترنت دخلت لتونس في أول التسعينات، لكن ما وليت مش قولها ديموقراتيزي شوية كان في عام 96. عام 97 اول ما دخلت ما عملت اول ابونمون تاعي الانترنت، والابحار نتاعي خاصه امور تاع خدمه ليزيميل اتسيتيرا. تونس عام 2000 دخلت الالفيه الثالثه بسرعه 56.6 كيلو اوكتي بار مينوت. في الفتره هذيك بديت اول بارازار فريمون بارازار تعرفت على اول مواقع ناقده للنظام اللي هو لوتاك، ثم منتديات، ثم واحد مش معروف ياسر منتدى فورتون، ومنتدى فورتون هذايا فور من فور تونيزيان، هذايا اللي سميت روحي فيه ديسيبتيكوس. علاش اخترت اسم ديسيبتيكوس؟ اخترت حاجه ما بين لا ديسيبسيون لو سيبتيسيزم، وحاجه لاتينيه بوسكو نحكيو على دي فورام، وك الفورام لا كونسونونس لاتين ايتترا. دونك اول مشاركات نتاعي في منتديات انترنت على منتدى فورتون، ثم في اكتشفت منتدى سي ان ال تي. منتدى سي ان ال تي صار لي فيه اول كلاش كبير مع واحد مشارك اسمه ابو ذر. هذا الكلاش الكبير هذا الى تي مختلزي باغ تونس نيوز، خاطر حطيت الوقت الحاضر موجود على تونس نيوز، والجمعه اللي فاتت مشيت قريته باش تذكرته. سيتي ابروبو قد تسائلت تساؤلات، حبيت نفهم شنو اللي صار لي، علاش توقفت في عام 91، علاش تحكم عليا، علاش عديت حبس، خاطر وقتها ما كنت فاهم حتى شيء.
Je ne comprenais rien du tout à ce qui m'était arrivé. Bon. وفك الفترة هذيك في جرة كلاش هذيك تعرفت على تونس نيوز وعملت الابونمون بتاعي فيها وعن طريق تونس نيوز اللي الواحد لازم ديما يذكره بالخير سي مهدي غربي تونس نيوز اللي عملوا شيء كبير ياسر للاعلام على اش كان يجرى في تونس في جويليا 2001 يبي اون انفورماسيون تونس نيوز سور لانيسانس نتاع موقع مسمينه سامباتيك تاع تونيزين ان كليك كنت على السيت تاع تونيزين الواحد اذا من الموقع تونيزين كان فما زوز حوايج كان فما الفورم التونسي فما زوز منتديات فما منتدى التونسي ومنتدى تونيزين منتدى التونسي هو اللي كان مفتوح للعموم ومنتدى تونيزين كان منتدى مجهول للمديرين المدير نتاع الموقع والمعاونين نتاعو وقتها كان فما تونسي زهير الله يرحمه وواحد اخر اسمه حسونه اللي عمرنا ما عودنا شفناه كان بعد ما توفى زهير الله يرحمه عمل كلمه برا في السيت تونيزين وخلطت وقتها على اول مشكل مع شو نقولها كيما لا سيبر سانسور على الانترنت صار تبليغ على الفورم التونسي على المنتدى التونسي على كونه منتدى نتاع غير اخلاقي ومعادي للسميع ووقتها تونسي بعث لنا الرسائل البريدية اللي صارت بينه وبين الليبرجور نتاعو وقتها ما نجمش يتفاهم بالكل الليبرجور خاف ابارامون جاتو معلومات على كون السيت هذاك فيه حوايج ممنوعه في القانون الفرنساوي الليبرجور تي فرونسي وتسكر الفورم التونسي وخذا وقتها زهير لا ديسيجن باش الفورم التونسيين اللي هو بور ادمنستراتور يتحل للعموم وهكذا كانت ولاده المنتدى التونسيين في المنتدى هذاك تعرفنا على بعضنا الكل خاصه يسميون لو نويو دور نتاع التونسيين اللي هو كنا لكتير سيدود هو طيب معلا عمر خيام محمد بوريجا وصوفي خلطة صوفي بيكاريك من الجمش ما نذكرهاش على خاطر هي اللي حافظت على موقع تونيزين وعلى المنتدى ما ننساوش حسونة رغم اللي ما عرفناش شكون هو من بعد المنتدى كان يصيروا فيه دي زيشانج معناها تري فاريي الانواع الكل ما ثماش حتى كو سو سوا بوليتيك كو سو سوا دي ديفيرون توندونس بوليتيك لي ديفيرون توندونس تاع دو بونسي دو ريفليكسيون وكان البارتي الثانيه نتاع السيت هو الايماج اللي هو المجلة الإلكترونية متاع تونيزين اللي كانت كنا نحاولوا ننشرها بطريقة مش قولها ريغوليير بصفة منتظمة معنا بصفة منتظمة سامحوني بصفة منتظمة كانت تصدر المجلة هذه وكنا نعملوا كوميتي دو ريداكسيون مجلس متاع أيوة تحرير باش نقرروا شنو ننشروا وشنو ننشروش وكنا نختاروا المنشورات من احسن المساهمات في المنتدى والا فما مساهمات خاصه نتاع الاعضاء نتاع المنتدى في من اهم الحوايج اللي صارت في منتدى تونيزين
فما حاجة أهم ياسر أول مرة تصير وقتها في منتدى هو سميناها الكونفيرانس دو تونيزين. صارت في ماي شهر تقريبا ماي 2002 شهر ما قبل ما يتوقف زهير الله يرحمه. الكونفيرانس هذه بتاع تونيزين منتدى مش منتدى سيتي كارمون كونفيرانس اللي بتاع نهار كامل نقاشات على دي تيم معينين وباش نخرجوا ب اقتراحات كيفاش نجم نخرجوا بتونس من الديكتاتوريه اللي هي فيها. ناقشنا برشا حوايج، ناقشنا السياحه، ناقشنا الامور الاقتصاديه، ناقشنا الامور الثقافيه. وتحفظت الكونفرنس هذه بتاع تونيزيين على السيت نتاع ريفي تونيزيا. وقتها توقف التونسي الله يرحمه اللي اخبرني بالتوقف بالكون توقف هو صوفي. كل نهار كنت ندخل للسيت كما قلت لكم كنا 56.6 كيلو اكتي بار سكوند. طريقه الدخول نتاعي من تونس كونوا نعمل فما البرمجيات اللي كي اسبير دي اسبيراتور دو سيت جاسبير لو سيت وبعد في عقلي نقراه اور كوليكسيون. اخبرتني صوفي عن طريق الياهو ماسنجر كونوا تونسي توقف. وفاك الفترة هذيك بالثقة اللي كانت بيناتنا مع ما بين التونسي طيب معلم محمد بوريكا صوفي التونسي يعرفنا الكل يعرفنا شكون احنا بالوحدة الحقيقية متاعنا. نهارتها خفت قلت هذايا مش اخط عليه قريب مش يتم توقيف تاعي. ليلتها ما رقدتش ليلتها نستنى فيهم وقتاش مش يجي ويوقفوني. ونذكر وقتها اعلمت الكاتب العام تاع نقابه الاطباء اللي كنت اني منتمي لها باش يكون في باله خاطر اني كنت عضو زاد في الـ في, الـ في النقابه في جهه في سوسه و باش يكون في باله الله اللي قادر اذا كان صارت لي حاجه. نهار الاول تعدى ثاني تعدى مثلا ما حد شيء ما عاودش دخلت الكونكتيت على تونيزين لمده بعض ايامات خاطر سيت بطبيعته توقف النجم والشرطه ياخذوا المفاتيح نتاع الموقع واوقفوه. صوفي نجمت ترجع الموقع عندها اون سوفغارد. وحتى كي رجعت الموقع كي رجعت له للسيت ما رجعتش بالشخصيه نتاعي ديسيبتيكوس. قعدت بضع اسابيع نكتب بشخصيه باسم مستعار اخر اسمه كاستوي يعني لونفراجي ما عرفتش كيفاش تقولها بالعربي يعني كيفاش؟ الناجي كحبيت اللي نذكره مليح في الفترة هذيك مقال كتبه عمر الخيام محمد بوريقة اللي انت بارانتيز تسمى فلتة الدار لكن مش فايق بروحه. نكمل في البارانتيز متاعي عمر الخيام الكتابات نتاعو الساخره الكتابات نتاعو برشا لغات ما كنتش نتصور بالكل كونو اول مره في عمره يكتب كانت في تونيزين. ما كانش يكتب بالكل اول مره يكتب حاجه سيتي بور تونيزين. عاد وقتها توقف التونسي كتب مقاله رائعه اللي توري كانوا حتى حد ما هو نول ني انديسبونسابل ما تصوروا كانوا كي وقفوا زهير وكي وقفوا التونسي مش تقف لا ما وقف حتى شيء. بالعكس رجع السيد رجع اكثر من اللي كان قبل
واللي كان عمره اللي ما سمع به سمع به واللي عمره ما شارك ولا يشارك. وقعدنا نتبعوا في الاخبار نتاع تونسي الله يرحمه عن طريق الاخبار اللي جابها لنا الله يرحمه خالو القاضي مختار اليحيوي، كان يشارك في المنتدى يبعث لنا الاخبار. كنت نتواصل معه زاده بالايميل. والبون قعدنا قد السيت تبدلت الفورمه نتاعه، وحتى الاعداد نتاع الايماج نتاع المجله الالكترونيه تبدلت. وفي الفتره هذيك نتصور اكثر واحد تعذب، اكثر واحد تعب هي صوفي. صوفي وقت حبت تجي تزوره لهنا في تونس تم ترحيلها، بيتها ليله كامله في المطار وما خلوهاش تدخل تونس وترحلت. صوفي عملوا لها فبركوا لها قضايا في الخارج في فرنسا، وشويه ولا طردت من الخدمه نتاعها في جره الاكتيفيتي نتاعها على 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 تونسين. مع العلم كونه للوقت الحاضر الموقع اللي مازال موجود توا اللي هو tunisien.com مازال مسجل باسم صوفي الورده، هذاك تمشي تلوج على هو ايز تلقاه. وحاجه طريفه كونه الاندريسه نتاعها اللي حطتها لاديز دو كونتاكت هي 29 شارع المنصوري باريس، وهذه سي اون الوزيون التكست من اللي كتبهم عمر الخيام على الشارع الذي لا رو كي نيكزيست با، اللي هي شارع الرائد المنصوري الله يرحمه. باش نتعدى شويه ديريكتومون للخروج نتاع التونسي بعد ما خرج من الحبس. تبدل شويه، حسينا تبدل شويه. المخديجة بكري كي حكيت شنو على العذاب اللي ذاقوا في الحبس، وسونيتي بايتون ما كانش مستغرب الكل باش يخرج ويكون تبدلت طبيعته نرفوزي شويه، حتى رجع يشارك في المنتدى. صحيح قد يشارك صوفي في الموديراسيون، اما طبعا نتاعو حاد ياسر، لكن مع صحابه ما تبدلش بالكل، مع ليكيب مع النواة نتاع تونيزين إلا با شانجي. كان لي من حسن الحظ تلاقيت معاه زهير الله يرحمه في سوسة، هو مع صوفي وقت جاو اون بي اورغانيزي لقاء في سوسة مع نظم هنا دكتور حاتم عشاش اللي هو كان يكتب في تونيزين باسم قنفود. وكي كانت اخر مره نقابله فيها، ولاحظت وقتها الحزن الكبير اللي كان فيه بكله، كسوة في الكلام نتاعو، رفض باش يحكي على شنو اللي صار له في الايقاف، ويمكن تحط عليه ياسر قبل ما كانش عينه باش يزيد يحكي فيه. فكل الفتره هذيك زاد في قبل ما يتوفى بشويه ثم كان لي شرف باش نترجم رساله كتبها هو بالعربيه، كتبها الراجل الغنوشي يطلب فيه باش يرجع لتونس باش يحط نظام بن علي قدام المسؤوليه نتاعو باش يحرج نظام. وزهير هو اللي طلب مني باش نترجم له الرساله هذه باش يكون عندها وقع
اكبر من تونس. جست نعاود نحل بارونتيز اخرى بالنسبه للترجمه، كان فما حوايج اللي نفتخر بهم شويه في تونسيين، هما مش حوايج اللي عملتهم، مي ترجمتهم. ترجمت رساله هديه، ترجمت نص كتبه عمر الخيام، وكانت عنده شهرة كبيرة ياسر في الخليج، اللي هو la carte de prieur. C'était un précurseur نتاع لي سيت كيما l'herpès وغيره. تو ترجمت له la carte de prieur، اللي هي بطاقة المصلي، بطاقة مصلي هذيا قعدت عامين ولا ثلاثة، تلقاها في مجلات إلكترونية خليجية، كيفاش تونس عملت بطاقة خاصة للمصلين. وفما عندي ترجمة أخرى اللي زادة نفتخر بها لخاطرها كانت ان ديفي، اللي تحدي من المشاركين في المنتديات، تحدي من عند القارئ الملهوف لكتور اسيدو. وشكرا هذا لي يا وليد. هي ترجمت ملزومة عبد الرحمن الكافي، انترديت اوموان 18 عام. لانا لغة ترجمت. لانا لغة ترجمت. مدارجة الفرنساوي. مدارجة الفرنساوي الفصحى. حبيت. دونك في نهار حد صباح مرة لو 13 مارس، 13 مارس يجيني تليفون من عند طيب معلا من كندا. اي والله فرحت من الاول كي نسمع التليفون من عند طيب، خاطر قليل من يتصل بيا. يقول لي زهير مات، توفى. سيتي c'était un choc vraiment c'était un choc moi j'arrive pas à y croire mais tout le trait de l'internet tunisien c'est Sophie avec quand même وقت نذكر Sophie اللي حطت l'information à le منتدى على كونو زهير توفى. صحيح ما وقفش السيت، ما وقفش المنتدى، لكن لو كور ني تي بلو، معناها الواحد ما عادش عينه باش يساهم باش يشارك. وقعدنا عام كامل تقريبا الواحد يكتب الفوق من قلبه، لين قررنا مع سوفي. سيتي انيسياتيف، معناها سوفي اللي اقترحت واحنا اللي كنا معها وافقناها باش نسكروا السيت، يقعد موجود لكن يتسكر هو والفورم. مع جوست مع العلم كونه فات الفتره هذيك اللي زهير كان مسجون فيها قبل، فما شكون عاون سوفي ياسر في الادمنستراسيون، واحد عنده مش نسمي الاسم نتاعو الكامل، الاسم المستعار نتاعو طارق ابن زياد. مش نحكي شوية على السيبر سانسور. دونك هذا كله كان الواحد كان ينجم يدخل السيت هذا من تونس، مي سيتي با ايفيدون، على خاطر دونك انا كنت الوحيد من الجروب نتاع زهير الله يرحمه اللي ندخل من السيت ونساهم فيه من تونس. مي سيتي تعلمنا كيفاش نستعملوا ما يسمى لي بروكسي، تعلمنا كيفاش نعلموا العباد كيفاش تستعمل لي بروكسي، نوزعوا المعلومات، نوزعوا التقنيه، خاطر الهدف نتاعنا في المنتدى هذايا والموقع تونيزين، الهدف اعطاء المواطنين الاليات لي زوتي باش ينجموا يستعملوهم باش يثقفوا، يعرفوا شنو اللي صاير، يخدموا مخاخهم شويه، يساهموا باش الامور تتبدل. مواقع كيما تونيزيين كيما ريفي تونيزيان اللي هو خرج من ليكيب نتاعو حسني وانجيليكا،
خرجوا من تونيزين، جاءوا من تونيزين. هذا الكل الهدف، الموقع هذا مش لنا احنا، للعباد الاخرى باش نجم تستعملوا تعمل كيف بروكا با. خرجت نوايت من بعد، خرجوا مواقع اخرين، وفي باش نجمت شويه على المواقع الاخرين الاخرى. ما كناش وحدنا، ما كانش تونيزيين وحدها، ما كانش ريفي تونيزيان وحده، ما كانش نوايت وحدها، كانوا ثم مواقع اخرى. مثلا موقع ماكس 25 كان مشهور ياسر في تونس، كانوا ميات يرتدوه. بالنسبه للاطباء كان عندنا موقع نتاع الجمعيه التونسيه الاعلاميه الطبيه الستيم، كان فما ترفع الفورم المنتدى نتاع الجمعيه هذه، كان فيه ياسر اطباء، وكانت فيه نقاشات مستوى عالي، لكن بيان سور لي سي بيان ديسيدون ثقوا به، لا يتي انفستي، وفما برشا مساهمات من الانترنت من الخارج، اللي فيهم برشا دي حوايج انتقادات للنظام الى اخره. المشكل سيت هذاك في تونس، والويب ماستر نتاعو باش نذكره ان شاء الله ما تغشش عليه، دكتور رشيد حاج رمضان، اللي هو انسان ديمقراطي جدا، تري توليرون، و نقول لكم متربي ياسر. ونتذكر كونه كل ما يجي يفسخ مساهمه من المساهمات اللي فيها انتقادات للنظام، يتصل بالشخص اللي عمل المساهمه هذيا ويفسر له علاش مش يفسخ المساهمه نتاعو. منهم واحد استحفظت عليها في جرت مساهمة نتاع عمر الخيام، انكور لوي، عمل تكست فيكسيون مزيانة ياسر على الفورم نتاع ستيم، ورشيد رد عليه بطريقة لبقة وتخي سمباتيك ومتربية، وفي الاخر معناها بون كي تقراها تحس كونه فاهم، كانوا ما عينوش باش يسنسر، مي إلي تي أوبليجي. و لا سيبر ديسيدونس احنا تسببنا في تسكير المنتدى نتاع الأطباء هذايا، ما تسكرش تحت تهديد، لكن المدير نتاع الموقع اختار باش يسكروا على خاطر كما قال هو ما عادش عنده الإمكانية باش de modérer. Il ne pouvait plus, modérer. ثم كيف نشد في الأطباء، خاطر هذه الحوايج اللي نعرفها اللي عشتها. أنا أمبيدي مدير متاع موقع النقابة التونسية للأطباء القطاع الخاص، من عام 2005 عملت الموقع هذا، وفيه برشا مساهمات غير طبية للأطباء، منهم أشعار، وفيهم بوكو دو برشا حوايج سياسية، انتقادات، لكن شغلها مدرقة شوية، ماهيش شكل ديريكت. ثم بيريود السيت نتاعنا اللي هو إبرجي فرنسا، قعد نهارين ثلاثة ما عادش فما أكسي، اللي هو تصورت كانوا ثم مشكل تقني برا، لكن اتصل بيا الكاتب العام للنقابة وقتها دكتور ربع الشايبي، اللي وقال لي راهو رد بالك، راهو كلموني قالوا لي راهو الموقع نتاعكم في حوايج اللي كيما نقولوا مش ولا بد. بون ما نسيت حتى شيء، ورجع الموقع رجع في سافيس، ما نسيت حتى شيء في السيت، تو مازال موجود، تو نجموا نطلعوا على الكتابات هذيك القديمه. نرجع من بعد ما تسكر الفورم تونيزين، حسيت كونو لا سيبر ديسيدونس، مش لا سيبر ديسيدونس افيكو، بالنسبه ليا ما عادش عندي باش نعمل اكتيفيتي على الفيرتويل، و
وقررت انت جيمي كونو نحط الحوايج اللي نجم نعرف نعملها لي بوسيبيليتي نتاعي لي زابتيتود لي كومبيتونس نتاعي في حوايج ملموسه في العمل شغل جمعياتي في نقابه الاطباء في عماد الاطباء. ومن وقتها حاولت باش ندخل في النقابه وفي العماده باش نحاول نعطي كل ما عندي اللي نعرف نعمله جيسي ديكسيلي في اللي نجم نعمله بور ايسيي دو شانجي لي شوز. ومن 2006 متواصله الحكايه حتى التو. نحب نعمل تعريجة صغيرة على النساء متاع تونسيين والنساء اللي علاش خاطر في جرة المقال متاعي في نوات اللي متاع ليا هويدا أنور أنتي كريستا قالت لي شبيك ما حكيتش على النساء جبتك أنا على لي عرجال في تونسيين. Non, on sait que nous, mais on n'avait pas de, mais des considérations de genre. Mais qu'on est chez une femme ou un garage, la caméra, les sem, quand on est musulman, c'est internet. Donc, quand femme antichrista, quand femme Sophie, femme Delil Jram, les Kay, quand femme Nour, quand femme Borsha Nissa. وكانوا كانت مساهمات نتاعهم كبيره كيما غيرهم بالنسبه اكتشفت بعد الثوره كانوا ثم برشة توانسة اللي ما كانش في بالي بهم بالكل وساهموا في الكونتورنمون دو لا سانسور. مثلا فما شكون عمل في دارو النوتور باش يتعدى الكونيكسيون عن طريق كلمه هذاك بور كونتورني لا سانسور. دونك لا بلوبار الاغلبيه نتاع لي كونيكسيون اللي تعداو على تور تعداو من دار الشخص هذا ونجم نسميه دكتور مهدي جايدان في سوسه. والوقت الحاضر مازال عنده السيرفر نتاعو يمشي على دوموند. قبل ما نختم نحب نوجه اوماج من الاول اللي دايرين بيا اللي تعبتهم ياسر ومازلت نتعب فيهم ومازالوا مش يتعبوا النساء اللي دايرين بيا خاصة زوجتي في الدار المعينة متاعي في العيادة اللي بالحق هما الوحيدين اللي كانوا في بالهم بالنشاط متاعي على الانترنت وتفاوضوا على برشا حوايج. ونحب نذكر زادة بالخير الموتى بار زهير اليحيوي. عندنا دي مساهمين في انترنت اللي توفوا نذكر منهم عادل عيادي اللي كان يكتب باسم ماهر بعل. عادل عيادي اتصل بيا مره واحده بالتليفون وقتها جست في الامباركومون كان في زياره في تونس وفي المطار كلمني يمكن خايف لي يفيقوا بال يعني يكونني سو زيكوت ويفيقوا بيه وما يخليوش يخرج الله يرحمه. صالح كركر الله يرحمه كان يساهم ياسر في تونسيين ويافي دي كلاش كبار ياسر مساهمات فيها برشا كيما برشا عرق ساعات. نور نور الهدى دربالي الشابي زاد كيف كانت مساهمه في تونسيين في مواقع اخرى. نرحم زاده على علي دلدول اللي عمل فينا وعملنا فيه في سيت تاع تونسيين. شكون اخر؟ والله الواحد
كيما نقولوا اذكروا موتكم بخير. بالنسبه لي الموت يفسخ كل شيء، كان الحوايج الباهيه، كان الصداقه والعنصر الجميل، الاخوه. كي نجي نتسائل شنو اللي خلى ست الشيمي اوبيري، شنو اللي خلى العلاقه بيناتنا الجروب نتاع اللي كنا في تونسين، شنو اللي خلاه يمشي. كان عندنا برشا حوايج مشتركه رغم الاختلاف الكبير بيناتنا، فما حتى واحد منا شبه الاخر، لكن كنا نؤمنوا بالحريه، نؤمنوا بالديمقراطيه، نؤمنوا لا توليرانس، بالتسامح، نقبلوا الراي الاخر. وخاصه ما كانش عندنا اهداف معينه غير ما نحطوا، نرجع لكلمه نحطوا الاليات هذه اللي كانت عندنا على ديسبوزيسيون للناس الاخرين، للمواطنين، باش ينجموا يعرفوا كيفاش يستعملوهم ويستعملوهم كيما يحبوا. ما نقولش كيما يلزم، خاطر كل واحد عنده طريقه نتاعو نتاع الاستعمال. بعد تونسيين، بعد الحكايه هذه الكل، اسكو سؤال قال لي برشا مرات، اسكو ديسيبتيكوس قد ديسيبتيكوس ولا انا توا ما عادش التشاؤم نتاعي ينقص ياسر، رغم كل شيء، وليت اكثر تفاؤل من قبل. واخر حاجه نحب نقولها، كونه متاكد لو كان تونسي الله يرحمه، لو كان زهير كان موجود، جو سوي سيغتان راهو إلوغي روجوان، إلوغي روبخي لو سيبر ماكي، ورانا احنا تبعناه. شكرا سي فؤاد.